قبل ما نعرفوا الفرط الانتاج للغده الترقيه نقوم بتعريف الغده الترقيه. فهي غده صغيره على شكل فراشه توجد في مقدمه العنق اسفل الحنجره وامام القصبه الهوائيه. فرط انتاج الغده الترقيه هو بطريقه تو سامبلومون هو فرط في الانتاج ديال هذه الغده لهرموناتها. بالنسبه لاسباب فرط نشاط الغده الترقيه فهي متعدده، ابرزها المرض دو بازدو هو مرض من امراض المناعه الذاتيه اللي كيسببوا وجود مضادات اجسام كتنتجها مناعه الجسم وكتوجهها ضد واحد المستقبل ديال هرمون تي اس اتش الذي يوجد في الغده الترقيه. عندما يلتقي هذا مضاد الجسم مع هذا لو ريسبتور فهذا كيسبب لنا فرط في نشاط الغده الترقيه بصفه شامله. السبب الثاني وهو لو نودول توكسيك في بعض الحالات انغواتر توكسيك، فهما وجود تكتلات دي نودول في الغده الترقيه. التكتلات في الحاله العاديه غالبا كيكونوا دونك في حاله السكون، وبعض الحالات كيقدروا يولونا جد نشيطه وكيخدموا لنا بطريقه مستقله عن العمل ديال الغده الترقيه. السبب الثالث هما التهابات، التهابات اللي كنقدروا نلاحظوها للغده الترقيه بعد عدوى فيروسيه. في هذا الوقت من السنه كاين الزكام، كاين الحلاقم، كاين كورونا في الوقت ديال الجائحه. دونك شفنا بزاف الحالات ديال الاشخاص اللي تصابوا بكورونا واللي من بعد الاصابه ديالهم او خلال الاصابه ديالهم كانوا عندهم التهابات في الغده الترقيه اللي سببت فرط في نشاطها بطريقه مؤقته. بالنسبه لاعراض فرط انتاج الغده الترقيه فهي متعدده، كتسبب لنا واحد التسارع في كافه الوظائف الحيويه للجسم. على المستوى البدني كنلاحظوا فقدان في الوزن ديال الجسم مع تعب عضلي شديد. هذا التعب العضلي والفقدان الوزن راجع للحرق الطاقي اللي كيكون متسارع عند هاد الاشخاص هادو. نلاحظ ايضا تسارع في دقات القلب، عمليه اسهال، يعانون ايضا من مشاكل في النوم. وعلى المستوى النفسي كيعانيو من حاله ديال العصبيه شديده ومن قلق شديد اللي كيقدر يسبب في بعض الحالات مشاكل عائليه، مشاكل نفسيه، الوغ كيكون المشكل في الاساس مشكل عضوي. بالنسبه للمضاعفات فهي تلاحظ عندما يكون اكتشاف متاخر ديال هذا الارتفاع فرط النشاط الغده الترقيه. على مستوى القلب ممكن كيكون عندنا داك التسارع ديال دقات القلب كيقدر يسبب لنا في المراحل المتقدمه من فشل نسبي او كلي في عمل عضلات القلب. على مستوى العظام ففرط النشاط يقدر يسبب لنا في هشاشه العظام. بالنسبه للعينين في حاله لامراديد بازدو بالخصوص فهذوك مضادات الاجسام اللي كيقوموا بتهيج الغده الترقيه فكيقوموا ايضا بتهيئ في واحد العمليه ديال بروز العين، فما كيخلقوا لنا بحال واحد الشحيمه في يعني الانتيريور ديال الجلوب اوكولير كتخلي انه العين كتخرج، وهذا البروز هذا كيقدر ياثر لنا على العصب البصري وعلى الرؤيه اذا لم يعالج. وفي حالات اندر نلاحظ العاصفه الترقيه ولا لاكريز ايغو تيروتوكسيك اللي كما كنشوفوهاش بزاف، مي كتقدر توقع لا قدر الله في حالات تدخل جراحي صغير او كبير، في حالات التهاب او لا شي تعفن كبير مهم صاب الجسم وهو عند الشخص مازال كيعاني من فرط انتاج الغده الترقيه اللي مازال ما خدا العلاج المناسب ديالو. التشخيص ديال فرط نشاط الغده الترقيه فهو تشخيص اولا قبل كل شيء كلينيكي، فمن خلال هذه المجموعه من الاعراض اللي سبق وذكرناها فاحنا كنقدروا نفكروا انه هذا الشخص يعاني من فرط الانتاج الغده الترقيه. بعد ذلك نقوم بفحوصات مخبريه اللي كتبين لنا ارتفاع في نسبه الهرمونات في الدم، وايضا نقوم بفحص الايكوغرافيا باش كنعرفوا واش عندنا دوك التكتلات اللي هضرنا عليهم لي نودول او لا، وايضا نقوم بفحوصات اخرى مثل السنتيغرافي اللي كتبين لنا فرط نشاط في منطقة أو في كافة الغدة الترقية. علاج فرط نشاط الغدة الترقية مساعد عنده بعدة عدة عدة
علاج فرط نشاط الغدة الدرقية فهو علاج اولا طبي كيتركز على لي زونتي تيرويديان دو سينتيز او لا يعني هما من بعد الادويه اللي كيخليو الغده الدرقيه كتحبس الخدمه ديالها باش ما كيبقاش عندنا داك فرط النشاط. هاد الادويه هادو كتخاد لواحد المده محدده، دونك في حاله المرض يتبالطو مثلا يتم في بعض الحالات الاستجابه فقط لهذا العلاج الطبي، واذا لم يتم الاستجابه لهذا العلاج الطبي فواحد الامد ما بين 12 ل 18 شهر فهاد الحاله كنقدروا نلجؤوا لعلاجات اخرى. في حاله عدم استجابه المريض للعلاج الطبي avec les antithyroïdiens de synthèse كنقدروا نحتاجوا علاجات اخرى مثل العلاج باليود المشع وايضا العلاج التدخل الجراحي، بالخصوص عندما توجد هناك تكتلات او يكون عندنا تضخم كبير في الغده الدرقيه. النصيحه اللي عندي للمشاهدين بالخصوص للناس اللي كيعانيوا من فرط انتاج الغده الدرقيه، فكنصحهم في حاله احساسهم بالحراره الا جات سخانه الى جو الحلاقم زكام مرض تعفني، فهاد الحاله يجب الا كان كياخذ المريض لي زونتي تيرويديان دو سينتيز هاد الادويه اللي كتحبس الخدمه ديال الغده الدرقيه، فيجب مراجعه الطبيب بشكل مستعجل لانه فهاد الحاله يجب ان نحبسوا هاد الدواء بطريقه مؤقته باش ما ناثروش على المناعه ديالنا خلال هاد المرض التعفني.